وللحديث عن تداعيات الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في منطقة خلدة جنوبي العاصمة بيروت وحالة الاحتقان الشعبي من نفوذ ميليشيا حزب الله وانفلات سلاحه، معنا من صيدا اللبنانية مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات السيد حسان القطب. سيد حسان، مرحبا بك معنا. أهلا بكم. ما الذي يعنيه تمسك العشائر في خلدة بالسلم الأهلي والجيش اللبناني كقوة وحيدة في لبنان؟ في الواقع وقعت منذ عام تقريبا جريمة قتل لأحد الفتية من العشائر العربية، ورغم أن الجريمة كانت واضحة ومسجلة على فيديوهات مصورة وثقت عملية القتل من قبل مسؤول في حزب الله فداء علي شبلي، ومع ذلك لم تستطع القوى الأمنية من توقيفه، وامتنع حزب الله عن اعتقال هذا المسؤول في حزب الله منذ سنة تقريبا، والجميع يطالب بأن تأخذ العدالة مجراها وأن يتم محاكمة هذا الذي ارتكب الجريمة. ولكن قوة حزب الله وسيطرته على الواقع اللبناني الأمني والقضائي والسياسي منعت القضاء من أن يأخذ دوره والقوى الأمنية من اعتقاله. لذلك قام الشقيق الشهيد غصن بتنفيذ عملية قتل للقاتل على طريقة العشائر العربية. هذا الواقع يؤكد أن هذه الميليشيات تتجاوز القوانين، تمتنع عن الالتزام بالقانون وأن تخضع للسلطات القضائية اللبنانية ولا تعترف بسلطة القوى الشرعية اللبنانية، وبالتالي تقود لبنان والشعب اللبناني إلى مواجهات مباشرة، وبالتالي يعم الفوضى في لبنان، وهذا ما شاهدناه بالأمس في منطقة خلدي بعد هذا الصدام المسلح بين العشائر العربية وبين مسلحي حزب الله الذين كانوا يشيعون القتيل حزب الله. مبدأ إلى أن يكون هذا التشييع في عراضة مسلحة، في مظاهرة مسلحة تضم مئات المسلحين. كيف يمكن أن يسير مئات المسلحين في شوارع بيروت والطريق الرئيسية المؤدية من بيروت إلى الجنوب بشكل ظاهر وبارز مع وجود القوى الأمنية، سواء كانت قوى أمنية من قوى أمن داخلي أم جيش؟ هذه الميليشيا لا تعترف بأجهزة الدولة ولا تحترم أجهزة الدولة، وبالتالي هذا يؤدي إلى مزيد من التوتر والتشنج بين المكونات اللبنانية التي تعتبر أنها عرضة لممارسات حزب الله وهي ضحية لما يقوم به حزب الله. يعني كأنك تقول أن هناك حالة احتقان شعبي كبيرة سيد حسان من هذا السلاح المسلط في كثير من الأحيان على اللبنانيين الأبرياء. حزب الله بعد أن مارس هذا الدور الإقليمي من التدخل في سوريا والعراق واليمن وما إلى ذلك، وتهديداته المتواصلة للقوى الدولية الغربية وغير الغربية لأنه قوة قوية وقادرة وأن يمتلك من الصواريخ الكثير، أصبح يمارس سياسة فوقية في الداخل اللبناني، وأصبح المواطن اللبناني يشعر أنه فعلا تحت سلطة ثانية منافسة بل موازية للدولة اللبنانية بل أقوى منها أيضا. على سبيل المثال عندما نرى هذه الكم الكبير من المسلحين يطلقون النار في الشوارع ويسيرون بسلاحهم بشكل ظاهر وبارد وتتجاهل القوى الأمنية وخاصة الجيش اللبناني، نعم. سيد حسان، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع سيد حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات من لبنان، شكرا جزيلا لك.